واللي تتمتع بك مرسوم في الفيلم. على حسب الحظ. قريت لهم الحمد لله رانا في وضع مريح ولازم نبقاو كيما هكا. راك تشوف اليوم اللي هنا بجوار الشاطئ وشوف الرياح هذه. اتصور لا قدر الله كش ما يكون فيه يعني واحد بصفه يعني باهمال او بفعل فاعل كش ما تكون يعني يكون نشوب حريق ينتشر بسرعه. اذا على هذا الاساس مليح تكون الوسائل بجوار هذه الغابات هذو ويكون رد فعل يعني في سريع جدا. انا نظن نحميو الثروه تاعنا وهذا ما نريده وهذا ما يوليح عليه السيد رئيس الجمهوريه. كما شفتوا ما قصرش في الوسائل ابدا، ما قصرش في الوسائل الشيء اللي طلبوه او عطاه لكم. هذا لنصل ان شاء الله هذا ما نريده الى صفر خسائر. هذا الشيء نتمناه. كي تكون احراش هنا وهناك معليش، ولكن الغابات الثروه هذه باش الشجره تغرسوها وتنبت وكل الغابه هذه اللي فيها فواتح كثيره بزاف يعني خساره كبيره وواحد ما يتمناهاش.